إذا بدها سنتين لثلاثة تكون جيد عشان تدخل على سوق العمل فيها. وبدي أحكي في نقطة مهمة هنا اللي هو إنه تشتت آلاف وآلاف 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 الطلاب ما بيخليهم يحصلوا شغل، وهذا ما بيأثر عليهم لوحدهم، هذا بيأثر على مجتمع كامل بأكمله. يعني لو أخذنا بلد معينة من غير ذكر أسماء، بنلاقي مثلاً 99% من الناس ما بيعرفوا يبرمجوا صح وكذا، فبالتالي بيروحوا يقدموا بالسيفيز، الشركات بتبلش تقابل من هاي البلد، بتبلش تقابل مش عم بطلع معها ولا واحد من هاي البلد، بس في عندك شيء بنسميه بالإدارة ستيريوتايبينج، إنه كل هاي البلد فاشلة كبرمجة. فأنت بفشلك في البرمجة ما بتأثر عليك وحدك ولا على عائلتك وحدك، بتأثر على الشخص الكويس اللي هو درس برمجة وتعب على حاله. ممكن يكون الامبلوير قرأ إنه والله هذا من بلد الفلانية، ما بدي أضيع وقتي معه. فبحب من كل أساتذة تعقبوا على هذه النقطة، لأنه هذا التأثير بيكون جماعي.